السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بياخدها الناس من بطايق التموين بتعتبر حاجة أساسية في حياتهم، وممكن كتير منهم من غيرها ما يقدروش يشتروها. علشان كده دايما الاهتمام باللي بياخدوا التموين بيشغل بال الدولة، ودايما بيحاولوا يخلوهم يحدثوا بياناتهم بأرقام التليفون تجنبا ان بطايقهم يتم وقفها. طب ايه هو اخر ميعاد لتسجيل رقم التليفون الخاص بكل بطاقة تموينية؟ امتى اخر ميعاد لتحديث البيانات تحديدا؟ ده اللي هنحاول نعرضه لحضراتكم في تقريرنا. وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر بتتيح خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطايق التموينية ضمن بيانات البطاقات، وبرضه بيتم التسجيل على بوابة مصر الرقمية لحد يوم الجمعة 30 سبتمبر الحالي لكل شخص جات له رسالة ببون صرف الخبز المدعم بتفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول. وده بيجي في الوقت اللي قرر فيه الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استثناء أسر السجناء وكبار السن وغير القادرين على الحركة ولا ما عندهمش خط موبايل من التقديم لتسجيل رقم الموبايل ليهم. بس هنا لازم واحد من عيالهم يقدم لمكتب التموين التابع ليه اللي بيثبت صحة الكلام ده. كمان في الفترة اللي فاتت تم إصدار قرار وزاري لتنظيم تسجيل رقم الموبايل المحمول على بطاقة الدعم علشان يسهل على المواطنين، ومش شرط يكون مقدم الطلب لمكتب التموين هو رب الأسرة، بس بيسمح أن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له رقم موبايل محمول مسجل باسمه. القرار برضو شمل عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الموبايل، وبيكتفي بس برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة. ولازم تبقوا عارفين إن باقي من الزمن أيام بس، ولو ما حدثتوش بيانات بطاقة التموين بتاعتكم الوزارة هتوقف خدماتها ليكم. ووزارة التموين من أول السنة الحالية وهي بتاخد أكتر من إجراء علشان تحذف غير المستحقين للتموين من منظومة الدعم وكمان تحدث بياناتها. وعشان كده الوزارة طلبت تحديث بيانات بطاقات التموين عن طريق تسجيل رقم الموبايل موبايلات أصحابها اللي متسجل في البطاقة، وآخر مدة للتحديث هي 30 سبتمبر اللي احنا فيه برضو. طيب إيه اللي هيحصل لو ما سجلتوش رقم الموبايل؟ في البداية كانت الرسالة اللي بتوصل للمواطنين بتطلب نصاً ضرورة تسجيل رقم هاتف محمول، وده لعدم إيقاف البطاقة التموينية. لكن بعدها الوزارة نفت وقف صرف التموين أو العيش لأي حد ما سجلش رقمه. لكن اللي هيحصل بالظبط هو إنه هيتحرم من خدمات استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو أي خدمات تابعة لوزارة التموين في المستقبل. طب واللي ما جاتلوش أساساً رسالة إنه يحدث رقم الموبايل موقفه إيه بالظبط؟ عمر مدكور مستشار وزير التموين قال إن في ناس من أصحاب البطايق التموينية ما جاتلهمش رسائل أصلاً، وإن الفئة دي بالفعل بطاقتهم فيها أرقام موبايل مسجلة وصحيحة. وحالياً في 65 مليون مواطن مستفيدين من منظومة السلع التموينية في مصر موزعين على 21 مليون بطاقة. أما بالنسبة للمستفيدين من دعم الخبز فحوالي 71 مليون مواطن من خلال 22 مليون بطاقة. وعلشان كده لازم تبقوا عارفين لو لازم تسجله فتلحقوا تسجله قبل بكرة اللي هو آخر ميعاد للتسجيل.